السلام عليكم بندر وبندريتا. زي ما انتم عارفين لعبة الرعب اللي نزلتها قلت لكم في البداية انه راح نرجع للتنزيل اليوم، بس انه السبت راح يكون اجازتي، فراح اسوي فيه واحدة من ثلاثة اشياء: اما انه يكون اجازة ما اسوي فيه ولا حاجة، او انه انزل فيه حاجة ما لها دخل بالالعاب، او انزل فيه اعلان عشان ادعم القناة. فقررت هذا السبت اني احكي لكم قصة لانكم تحبون القصص مرة. ما ادري بصراحة هل الفيديو راح يكون طويل او قصير كذا، راح اجلس بس اتكلم معاكم، وصراحة اول مرة كذا اكون موجه للكاميرا يعني. طيب ابدا في الموضوع يا بندر، طول ذحين الوقت. المهم راح احكي لكم ثلاث قصص صارت لي عن المشي اثناء النوم. طيب يا بندر ايش المشي اثناء النوم؟ انا ما فهمت. طيب اسمع ذحين، انت لما تنام بعدين وانت نايم تقوم تمشي، اوكي؟ الشرح بيض بس. طيب اسمع، انت ذحين لما تنام تقوم تمشي، مثلا تسوي اي حاجة كذا، بعدين لما تصحى ما تتذكر اصلا ايش اللي صار، لكن غالبا هم اهلك اللي يقولوا لك ايش اللي صار. طيب هي ثلاث قصص صارت لي، واحدة فرحت فيها، واحدة زعلت فيها شوية، وواحدة رعب. لذلك راح اخلي الرعب اخر واحدة، وخلونا نبدأ بالفرح. بس قبل ما نبدأ حابة اني اعطيكم بس معلومة بسيطة عن هذا الموضوع. طيب راح اعطيكم بس بعض من الاسباب اللي ممكن تجيب لك هذا الشيء اللي هو تمشي اثناء النوم، على حسب كلام ويكيبيديا انه تكون الاسباب متعلقة بالارهاق والقلق عند الاطفال. يعني لما تكون مثلا مرهق، سويت اشياء كثير في اليوم، او انه تكون مهموم باختبار مثلا عندك او حاجة، يعني انا كذا كان مهموم باختبار. المهم 18% من الناس يعانون من المشي اثناء النوم، وممكن انها تكون وراثة او لا. طيب الان نبدأ في القصص. اول قصة اللي فرحت فيها انا، اذكر على ايام الثانوي اول مرة طلعت البطاقة الاحوال وكان اخليها عند امي عشان ما تضيع. المهم اني جاء يوم كان ابغى اطلع مع اصحابي، وقلت اخذها معاي احتياط عشان لو حصلنا مثلا نقطة تفتيش ولا حاجة تكون البطاقة معايا. فاخذت البطاقة وطلعت مع اصحابي وانبسطنا مرة ورجعت البيت. يوم ما رجعت البيت ما اخذت البطاقة واعطيت امي، قلت يا رجال خلها معاك مدري ايش. والمهم انه انا اذكر اني حطيتها في الغرفة وما ادري كيف ضاعت. جاء اليوم الثاني كان انا محتاجها مرة، ما ادري ايش، كان في تسجيل ولازم تصور البطاقة وكان محتاجها مرة، ولو ابوي يدري، يعني شوفوا لو ابوي يدري هذاك اليوم ما في قناة اسمها بندريتا اكس. دحين ايش اسوي؟ وكان خلص الليل واليوم الثاني احتاج البطاقة، ايش اسوي؟ ما ادري، بس انا لا اذكر انها في الغرفة كان، بس انه بديت اشك في الغرفة ولا اصلا هي طاحت علي، ولا انا يوم ما طلعت مع اصحابي ضاعت علي، كذا جلست اشك في الموضوع. المهم انه قلت يا رجال قفل الباب وخلني انام دحين. شوفوا انا دحين راح اقول لكم الباب مقفل والمفتاح فيه، تمام؟ يعني دحين لو واحد، لو انت حاطه المفتاح في الباب، الجهه الثانيه لو واحد معاه مفتاح ثاني ما يقدر يدخل، لان المفتاح اصلا هذا موجود كذا. المهم نمت، صحيت، الغرفه مبعثره مبعثرة، يعني أنا لما أدور ما بعثر كذا، مبعثرة بشكل غريب، تمام؟ يعني وفي الطاولة في كذا كتابين والبطاقة حقتي فوقها. أتوقع دحين يقول واحد طيب ممكن البطاقة هي من أول في ذاك المكان، ولا ممكن واحد دخل الغرفة وحط لك البطاقة. لا، زي ما قلت لكم المفتاح، بس انه انا كان متأكد ودورت في الغرفة ما في ولا حاجة. الى الان ما حد يدري ايش اللي صار لان الغرفة كان مقفلة، بس التفسير الوحيد اللي جا في بالي انه مشيت قمت من النوم وانا ما ادري ودورت الغرفة كذا كاملة، طلعت البطاقة حطيتها ورجعت نمت. طبعا فرحت مرة اني حصلت البطاقة، كذا تحس ان النصف الثاني منك مدري ايش يعني يعرف يدورك احسن منك يعني. اوكي ما لها دخل، بس الزبدة انه فرحت مرة هذاك اليوم. القصة الثانية ما راح اطول فيها كثير، زبدة الموضوع انه انفي العظم هو المفروض يكون كذا، بس انه هو جاي كذا، شوف كذا بعدين كذا، فاهمين؟ يعني في لفة يا شباب، لانه وانا صغير ما ادري ايش كان، امشي كذا واطيح على اي حاجة، ما ادري ايش زمان وانا صغير كذا. المهم ان حتى صارت فيها لفة،
فهذه اللفة كانت تغطي على مكان، والمكان واحد بس اللي أتنفس منه. فكان تخيلوا أن كل يوم يجيني صداع، لأنه يقول لك ما في هواء يدخل كثير، ما أدري إيش، بس المهم أنه تخيلوا كذا كل يوم مصدع. جلست سنوات حتى الحمد لله أبويا وافق، قررنا أن نسوي عملية عشان يرجع لي العظمة هذا. ما أبغى أحكي لكم إيش اللي صار في المستشفى، هذه والله تصدقون تنفع قصة كاملة، لأنه من بداية قبل المستشفى وفي المستشفى وبعد وكذا، فيها أشياء، فيها أحداث كثيرة، بس ما أدري، قولوا لي لو تبغون أقولها لكم. المهم أنا سويت العملية ورجعوا لي العظم، وكان ما نمت تمام لأنه تعبان لسه شوية. فروحنا البيت وقلت خلاص دحين أقدر أنام بسلام. فنمت، صحيت في المستشفى يا شباب، كذا طالع اللي أبويا بجنبي، إيش اللي صار؟ قال لي اسمع، أنت نمت، قمت كذا تمشي ما تدري إيش اللي صار، مشيت كذا وطحت، على إنفك رجعت العظم مكانه. يعني أتوقع إنه ما حد عاد يتكلم عن الحظ إلا أنا، ها؟ تخيل تسوي عملية ترجع العظم وترجع في نفس اليوم تطيح ترجع العظم مكانه ثاني. المهم انه هذا زعلت، لكن الحمد لله انه ما ادري ايش، في احداث كثير صارت، بس المهم انه الصداع راح، لكن لسه اتنفس من مكان واحد، بس اهم حاجة الصداع راح الا كذا كل يوم. طيب القصة الثالثة واللي هي الرعب، وكان من جد كذا الى الان مصدوم من اللي صار. كل هذا اللي قلت لكم اشياء بسيطه، يعني حتى احداثها كذا بسيطه، انه قمت مثلا وسويت حاجه بسيطه وخلاص، لكن هذه الى الان ما نصدق. كل اللي صار باختصار اني نمت، صحيت في الشارع، ايوه صحيت في الشارع، صحيت في الشارع الساعه 3 في الليل عند مسجد عند الدرج كذا، جالس كذا، تخيلوا جالس كذا، فجأة صحيت. ايش في صديقي؟ ايه ما اتفقنا على كذا؟ يعني جيب بطاقة ضيح، لكن في الشارع. هي والله اني ما اكذب، والله تخيلوا، ذحين راح احكي لكم ايش اللي صار. انا يوم ما نمت، هذا طبعا اهلي يقولوا لي ايش اللي صار، قمت من النوم مشيت حتى فوق، اخذت الثوب لبسته، قالوا لي بندر انت صاحي، لانهم دائما، انا دائما تصير لي كثير، يعني في قصص كثير بس انها كلها بسيطه. المهم انه دائما يسالوني انت صاحي، لما اجاوب عليهم انا بالامانه يرجعوني السرير، لانه اصلا المفروض اغلبها كلام مو مفهوم يكون، لكن هنا الصدمه، قالوا لي انت صاحي، قلت لهم ايوه صاحي، بس بروح البقاله وارجع. تخيلوا مشي جسمي حتى المسجد، يعني ايش الايمان هذا؟ يا سلام عليك يا بندر، جسمي مشي حتى المسجد وجلس، وبعدين قال لي ايه بندر قوم، وانا قمت. اقول لكم يا جماعه، تعرف لما كذا في حياتك تفك جري، انا كذا اقول لكم، اول ما صحيت عند المسجد فك جري للبيت على طول كده. يا جماعة دب أنا، بس أتوقع إن السرعة كان 120 كيلو متر في الساعة. صراحة هذه القصة من جد كان أخاف إنه لا يكون مثلا وأنا أمشي في شارع وواحد صدمني، ولا كذا أمشي وفجأة طحت في الشارع، ولا أي حاجة. وهو المفروض إنك لما تمشي وأنت نايم تسوي أشياء بسيطة، يعني حتى الدرج ما تقدر تنزل منه كذا، على حسب كلام ويكيبيديا طبعا، يعني أشياء بسيطة مرة. لكن هنا يقول لك إنه واحدة من الأشياء، قد يقوم المريض بأنشطة معقدة كقيادة السيارة مثلا. تخيل كذا وأنت نايم، أبوك وأمك يقول لك أي مشوار، تسوق أم السيارة تروح توصلهم وترجع وأنت أصلا نايم، وربي فخامة. بس إيه، واحدة من الأشياء الإيجابية في هذا الشيء إن أهلي ما يصحوني وأنا نايم أبدا. لا تصحي دحين، ما يدري إيش اللي صاير، وبعدين يصدم ولا حاجة. هذه 3 قصص عن المشي أثناء النوم. إذا كان أنت صارت لك قصص برضو، قول لي في الكومنت، خلوني أقرأ قصصكم لو صارت لكم، يعني اكتبوا لي، بس لا
تعطيها من الكيستر. وانا اقول لكم بالصدق ما يعجبني اكذب من جد. اي لا تضحك يا شباب. وصلنا لهذا الفيديو. هذا كان يوم السبت. احتمال يوم السبت الجاي اسوي واحده زي ما قلت لكم من الثلاثه الاشياء، ما ادري الان ايش. واذا كان ما عندي والحاجه ممكن احكي لكم القصه حق ايش اسمه حق اللي صار لي في العمليه وكذا. يا شباب وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسوا تقيمون المقطع وتعطون لايك، ونشوفكم على خير. سلام. جد يا جماعة والله انكم احسن ناس، احسن متابعين قد شفتهم في الحياة.